بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، تحية طيبة. استكمالا لموضوعنا مبادئ الكيمياء، سنتحدث الآن عن المدارات الذرية، ما يربي Atomic Orbitals. نسيت أن أضع الاسم Atomic Orbitals، أعتذر. عندنا هذه الصورة هنا باللون الأزرق، عندي هنا في حالة الاس طبعا، هنا تحدثنا سابقا ماذا نقصد في ال S، ماذا نقصد في ال P، وماذا نقصد في ال D، وماذا نقصد في ال F. طبعا ال S هنا المنطقة الملونة هي الأكثر احتمالا لوجود الإلكترون داخلها. طبعا هكذا تكون الحالة الذرية في ال X Y Z. في حالة هنا ال S هنا، طبعا أنت تعرف ماذا نقصد في ال S، ال L كم يكون يساوي في ال S هنا. هذه هي المناطق الأكثر، أو هي المناطق التي يتوقع أن يوجد فيها الإلكترون. هنا عندنا سالب واحد صفر وواحد في بي كما تعلمنا. طبعا هذه المناطق هنا، هنا هي التي يحتمل أن يوجد فيها اضطراب الإلكترون. طبعا يجوز أن يكون أيضا عبر المحور، أيضا يكون أيضا على الواي أكسس على المحور الإكس، وأيضا على الزي أكسس على المحور الزي، أيضا يجوز أن يكون بنفس المقدار. هذا أيضا محور دي، أيضا نفس الكلام، دي يجوز أن يكون بهذه الحالة وبهذه الحالة. يكون لو أخذنا روتيشن وهنا، هذا أيضا نفس الكلام. دعونا نرى، هذا هو هنا في الوان اس، هذا برنامج محكم في هنا نيكلوس، هنا في occupied 2s orbital، ويكون احتمال الكترون بهذا الشكل. Schematic diagram of 3s orbital spherical nodes، يكون الشكل شكل كروي طبعا كما هو واضح هنا. وهنا احتمال probability of distribution of an electron in s orbital slice، هكذا يكون بهذا الشكل أو بهذا الشكل أو بهذا الشكل، ومتوزع يأخذ شكل كروي مع هذه الصورة. طبعا لو كانت 2p orbital، راح لاحظ أيضا 2p ال m m l equals 0 plus or minus 1، يعني بين السالب واحد والصفر، بين السالب واحد والواحد، سالب واحد صفر وواحد. لاحظ قد يكون عبر ال x axis بهذا الشكل، قد يكون عبر ال y axis بهذا الشكل، قد يكون عبر الـ Z-axis بهذا الشكل. The 3p orbital are aligned along perpendicular axis. هي يكون احتمال وجود الإلكترون بهذا، لاحظ هنا عند الروتيشن بهذا الشكل، هنا الروتيشن بهذا الشكل، وهنا بهذا الشكل. التوزيع الاحتمالي probability distribution of an electron in 2p orbital slices، وبهذا قد يكون هنا وهنا أو بهذا الشكل، أو واحد بهذا الشكل الذي يبدو هنا. طبعا هنا يسمى PX، هنا يسمى PY، هنا يسمى PZ. وهنا عندنا الاحتمال ML صفر موجب سالب واحد وسالب اثنين 3D orbital يكون عندي بهذا الشكل، لاحظ يكون احتمال، أو قد يكون بهذا الشكل إذا توفر له طاقة كافية. طبعا يشترط أن توفر له طاقة كافية للإلكترون يتحرر حتى يأخذ هذا أحد هذه الأشكال. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يكون بهذا الشكل. طبعا إذن هذه احتمالية الحالات التي قد يوجد فيها الإلكترون في المدارات الذرية. إذن هذه هي الاحتمالات التي ممكن يتواجد فيها لما لا نهاية. طبعاً وطبعاً interaction الخاص في الويف، أو هنا موجة إذا كانت بهذا الشكل الاحتمالية تأخذ شكل كروي، إذا كانت طلعت على النصف الأصفر تكون إلى الأعلى، النصف الأحمر للأسفل تكون نحو الأسفل. وهذا هو احتمالات وجود، أو هذا هو الحالتان التي تخص احتمال وجود الإلكترون
في النطاق. إذا أحبتي، كان هذا الفيديو اختصارا للحديث عن الأوربيتالز. أرجو أن تبخلوا من الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. شكرا لكم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.